سلام يا شباب. لحظة لحظة، قال سلام يا شباب. مالك مالك؟ تعقم كورونا. كورونا عيش. خلاص خلاص يا أخي، قدنا بخيرك بخير. خلاص ما بي بخير كورونا. بخير يا خليك بعيد، خليك بعيد يا أخي. خلاص أنا بخير تمام. كورونا لا بتعامل معي ولا حشرة بيبي يا أخي. كورونا مالك أنا فيروس خطي. خلاص خلاص يلا، المفروض انت تلبس كمامة. مو بس شنب ما ينفع بالكمامة. خلاص خلاص بس ريع باقي شنب. انا بخير بخير. يلا خلاص خلي شو هكذا شو هكذا، لا تلمسني يا اخي. والله ان الفيروس ارحم منك. خلاص رجع 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 خلاص يا خلينا تمام. لا تلمسني. المسك لا تلمسني. كورونا مالك؟ كل والله غبير الشني. والله لو انا نامس يا اخي. كورونا مالك؟ خلاص جلس. الشنطة باقي الشنطة. حضر علي داخل. قد حضر، قد عكمتهم كلهم حاضرين. قد عكمتهم كلهم حاضرين. حضر لي خارج رجل عكمهم. خلاص خلينا نحضر الزملاءنا خارج. خلاص زملاءنا خارج الفصل. حاضرين 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 حاضرين. الله يكتب يا محمد. حاضرين حاضرين. مدينة الدمام. حاضرين يا رئيس الفصل من مخلن بلجيكا. حاضرين محمد الرب من الحساء. حاضرين يا شباب. حاضرين حاضرين يا شباب. حاضرين حاضرين يا شباب. حاضرين حاضرين يا شباب. حاضرين رئيس الفصل من المدرسة. حاضرين يا شباب. حاضرين يا محمد الربع من السويدة. حاضرين حاضرين يا شباب. حاضرين من البر. حاضرين يا شباب. حاضرين حاضرين يا رئيس الفصل من البقالة. حاضرين يا شباب. حاضرين حاضرين يا رئيس الفصل من داخل الغوغة. حاضرين يا شباب. حاضرين حاضرين يا رئيس الفصل نبيل. حاضر يا عبد الرحمن. حاضرين 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 يا شباب. حاضرين الحمد لله على السلامة يا رئيس الفصل. انت عبد المغمدر. حاضرين 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 يا رئيس الفصل. حياة البرزخ. حاضرين حاضر يا مالك. حاضرين حاضرين بإذن الله. حاضرين يا رئيس الفصل. رئيس الفصل. حاضرين مشاهد المفاجأة ذكرى 11 فبراير ذكرى 11. حاضرين يا شباب. شكرا لكم على تأكيد حضوركم. يا أهلا وسهلا بالجميع. في البداية الحمد لله على سلامتي. طبعا زارنا الفيروس الطيب في الأسبوع الماضي، ولكن الحمد لله عدت على خير. بالنسبة لي كان ضيف خفيف، شوية حمى وزكمة وكذا، ولكن أنا توقفنا لأنني خفت على الشباب وعلى الفريق لا ينتقل لهم العدوى، والحمد لله عدت على خير. شكرا لكل من سأل عننا ولمن دعا لنا وتمنى لنا بالشفاء، ونسأل الله السلامة والعافية للجميع. نبدأ بحلقة اليوم، وقبل ما نبدأ اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ويفعل زر الجرس. طبعا القناة معكمة وكذا، ولا تنقل العدوى نهائيا، أو إذا واحد قال لك عادي يشترك وهو لابس كمامات. أهلا وسهلا بالجميع. نبدأ بأخبار هذا الأسبوع. طبعا علينا متأخرة، يعتبر أسبوعين، ولكن نبدأ بأهم وأبرز أخبار هذا الأسبوع. الأمين العام لحزب الإصلاح يبعث ببرقية تهنئة للحزب الحاكم في الصين. بعث الأمين العام لتجمع اليمن للإصلاح الأستاذ عبد الوهاب الأنسي برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ. عموما بعثوا بهذه البرقية من حزب الإصلاح إلى الأمين العام هذا حق الحزب الشيوعي. ما قد وصلتش إلى اليوم أسبوعين جالسين، لأنه العنوان ما صاحب الرسالة بيقرأه ما أعرف من هو هذا، ما إيش اسمه. جين شي ممكن يطلع ياباني، ما شو حتى صيني، فيطلع ذا يصير يدوروا في اليابان من هو هذا جيشي. إذا كان غلطوا فالاسم يعلم الله إيش بقية الرسالة، لأنه طبيعي ما بيكتبوها إيش بالعربي، أكيد بالصيني يعلم الله إيش كتبوا في
ولهذا إذا حصل غزو من السرلانة فعرفون أن الرسالة حقا نصلحها، مدري إيش كتبوا فيها، بيوصلوا يفهموا أني سب ولا حاجة غلط ولا ضربونا بالنووي ولا، الله يستر الله يستر. خلوكم بس على الرسائل، برقة تانية لسلطان البركاني ياسين سعيد نعمل، ايش الصين، الصين مليار ونص ما قد حفظنا اسم إلا جاكي شان ومختصر، وانتم ايش اسمه؟ جينشي. يلا تمام، جينشي تعرفه ولا انسي ما تعرفه. الخبر اللي بعد، ايضا من ابرز احداث هذا الاسبوع هي مرور ذكرى 11 فبراير، وزي كل سنة هذا اليوم يحدث جدل واختلاف من يعارضه ويختلف معه ومن يؤيده ويحتفل به ويلقي الكلمات في ذكرى. وهي ثورة مستمرة حتى اليوم بتمسكنا بالأهداف والمبادئ التي شكلت روح فبراير، هم على الباطل ونحن على الحق. شوفي أنا من رأيي يا أستاذة أن الموضوع نسبي، ما فيش واحد على طول الخط على حق ولا على باطل على طول الخط، يعني العمل البشري هكذا، في أشياء إيجابية وفي سلبية، يعني ما فيش أشياء وأحكام مطلقة، هذا رأيي. بس عندي استفسار بسيط، يعني إيش اللي في الخلف؟ أنا جنب التلة لحظة أشوفه كأني أشوف حاجة، أعرف العلم، لا هو والله إنه العلم اليمني، العلم اليمني، بس إيش حصل له؟ يعني ايش حصل لو ما الصغرى كذا وتقلص؟ الذكرى السابقه كان علمين كبيره، بعدين علم واحد كبير، في هذا الذكرى خلاص الصغرى ايش حصل؟ او صبنوا وغسلوا بصابون؟ لا هذا لا، العلم لازم لها مغسله بخار ولا باين كمش ويكمل. انا خايف الفعاليه القادمه والذكرى القادمه ما عاد بقال الدله. عموما انصر 11 فبراير بايثنوا عليه وبيمتدحوا رغم انشغالي، لكني أردت أن قبل انتهاء هذا اليوم 11 فبراير أن لا ينتهي هذا اليوم قبل أن أهين كرامتهم، وخاصة الذين ما زالوا مستمرين بالاحتفال بنكبة الوطن. وصل وصل يا حيا رمي، وصل. شوف يا حيا، خذها مني نصيحة كذا بلاش لوجه الله، أنت بالذات خليك ساكت، لانه والله الناس بيرجعوا يتعاطفوا مع فبراير وبيشوفوا انهم خرجوا فبراير على حق بسببك انت، خليك ساكت، خصوصا انك ايش رغم انشغالي، رغم انشغالك منشغل انت في لبنان والناس مقدرين وضعك، وانت انت في الصفوف الاماميه، انت ماسك تبات مهمه، فخليك بس على جبهاتك الاساسيه اولاد، ركز فيها ما دام انك رغم انشغالك وكذا، خليك ساكت. طبعا هو ساكت منشغل طول السنه، إلى فبراير يطلع يتكلم، مع أن عندما قتل عمه ومن نهبوا بيوته وكذا ولا يذكرهم بشيء، لأنه في لبنان وحزب الله موجود وبيوفر له من المقاومة منشغل بها، فما بيذكرهم بأي حاجة. بس الشباب هؤلاء اللي خرجوا فبراير يفترضوا أنهم كانوا سبب في إعطاء عمه وإعطائه حصانة من الملاحقة وكذا، ما يهاجمهم، بس اللي إعطوه بطانية ما يذكرهم بأي حاجة. بالهذا يا حصالة خليك أنت في عملك وخليك ذاك منشغل والناس مقدرين وضعك وكذا، وخليك ساكت بس. ولهذا بيظل فبراير زي ما قلت لكم يوم مختلف عليه، اللي بيأيده والذي بيهاجمه، خصوصا المرتبطين بعائلة اللي نسميهم العفافيش وبيسموا نفسهم، هؤلاء لن يرضوا عن فبراير أبدا، ولن يذكروا ما قبل فبراير ولا ما بعده، لن يذكروا ما قبل فبراير من أحداث ولا كان في فساد ولا أشكان، وكان وضع اليمن مصنف ضمن الدول الأفقر ومن الدول الأفشل وقلع العداد ومن أدى إلى خروج الناس في فبراير، لن يذكروا أي حاجة من السلبيات ويخلوها أن كان الناس في 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 جنة، ولن يذكروا ما بعد فبراير في 2014 عندما احنا وانصار الله في خندق واحد وكذا ومتحالفين وكذا وانقلبوا، لن يذكروا، فقط بيركزوا على هؤلاء الشباب اللي خرجوا في 11 في فبراير وانهم هم السبب في كل حاجه، لانهم مشاركين في ما قبل وما في بعد، بيركزوا على هذا اليوم بالذات. ارجع لحملك يا حيا وخلاص. أيضا من ضمن الأخبار الدولية بتسمعوا عن التحشيد بين روسيا وأوكرانيا واحتمال بعد قرى حرب بينهم، الله يستر. طبعا تأكدوا أينما قرحت رصاصة في أي بلد في العالم بيوصل دبورها ومشاكلها لا عندنا، طلع أن احنا بنستورد 25% من القمح في اليمن من أوكرانيا، معنا إذا قرحت حرب بيغلى الأسعار عندنا أسعار القمح، يعني أي رصاصة تقرح بتوصل غبارها لا عندنا،
الله يستر. ندخل في موضوع حلقة اليوم، القضاء وما أدراك ما القضاء في بلادنا. ومثلما أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب وتصلب الشرايين، فإن القضاء في بلادنا يقوم بهذه الأمراض وبهذه المهمة وأكثر. فكيف القضاء في بلادنا؟ قضاء فاسد، هذا القضاء بيلعبوا علينا. القضاء فاشل في اليمن، ما بش عدالة ما بش حكم. أنا خلاص تعبت، يعني تعبت، أنا تعبت شيبت وحلبنا خلاص، يعني ده الحين أكبر والجهاء يشارعوا. تعبت، أنا طلعت أنا ما بش معي حق مواصلات، ما بش معي حق مواصلات ولا معنا واحد ينصفحنا، وتعبت أنا اللي شارع وقانع مثلنا. قضاء فاشل لأن القضاء متلاعب، بنحرم جهالي من الصرف وعدم وجيتها في المحاكم. ولم ألقى إنصاف أبدا، لما نشكي. تعبت شريعة، تعبت زهقت طفحت، كل ما أملك بيته قدر مشي على الحديدة، يعني لا يحين عن قبر الشارع، عشر حياتنا كلنا وإحنا بشارع، كذا الخبر هذا ولا يحين. انتهيت، ما عاد معي أي شيء أملكه والله بسبب الشريعة. أنا إلى اللحظة هذا بموجب ما حصل فقدت الثقة في القضاء. كملنا أدواننا، بيعنا روحنا، ها هذا راسيها. أنا شارعت وعمري 30 سنة، الآن أنا شايب مع بين الصديق. تعبنا تعبنا، تعبت الأمة، هرمنا، قولت التونسي هرمنا، والله لو شي بترول علق نفسي ذا العين. هذا حال القضاء في بلادنا. القضاء في كل دول العالم وجد من أجل يحكم ويقضي بين المتخاصمين، إلا في بلادنا يقضي على المتخاصمين. يعني تدخل المحكمة وانت صاحب حق، تخرج وانت مديون. وقد يعني تبع الحكم هذا حكم، بعدها في السنة الثانية حكم، وبعدها صدر حكم من 82 معاد وصل إلى 54 معاد، وأخيرا وصل إلى 34 معاد، وأخيرا يصل لأنها عليهم مديونية معاد من 82 معاد، طلعوهم من 82 معاد صفر وهم الورثة الحقيقيين. قد ماتوا اثنين المتحاكمين الأساس، قد ماتوا الاثنين، وبعضهم أصبحوا مجانين. أصبحوا مجانين، قد بجنان أنا وأنا بس مسمع القصة هذه. هذا بيقول لهم دخلوا المحكمة يطالبوا بحقهم 82 معاد، طبعا المعاد هي وحدة قياس أرض يعني موجودة في تهامة والحديدة، ما تعادل المعاد، ما يعادل 100 لبنة في صنعاء. بيطالبوا ب 82 معاد، خرج لهم الحكم في 54 معاد، خرج الحكم اللي بعده في 34 معاد، آخر حكم طلع مديون صاحب الحق عاد عنده معاد. وهكذا شوفوا، شوفوا القاضي قضى عليهم، فاهم القضاء، القاضية هذا مش قاضي، اتهم القاضية. وقال لك ليش يجننوا؟ طبيعي بيجننوا، وقد ماتوا الأولين بس الورثة الآن خرجوا مديون، ويمكن الآن هم بيشارعوا بس يسامعوهم فليطلعوا عليهم المعادة. أيوه هاش باقي؟ القاضي جرّوا في صلقه عكس مر الأرض الرهاق، قسمي يعني قسمة الرهاق، جرّوا في صلحة كان طابق لي طابق الأصل، شلّوا في صلوة الأصو عنده وشلّه المازتان، شلّوا في أرض وأصدر في صلحة كان كم قدلك؟ أكثر قدان سنة عنده، وهذا قشينا به فتفتيش القضائي، ما أرش يجاوب مع تفتيش القضائي بالأصل، ولا مبطل الرجال أكل حق كان الأرض وجرّوا في صلحة، يعني الشيء يبيع بيع الصلوة الباقية سنتين وانت بتدور القسمة؟ أما ما أرش قسمك الشقرة في صلحة كان الأصول شلّ الأصو. وهذا قاضي راحوا يقسم بينهم، يمكن شاف الأرض حلوة لف البصائر والأصول والقواعد ويلا وبيبيع، بيبيع الأرض وهم بيتفرجوا، يا قاضي رجع لنا البصائر، يا احنا بنقسم نفوسنا، ها ولا عاد لحقوا بعده ولا عاد حصلوا. الله يا قاضي لا قضى حاجتك، قضى القرى ما استسلموا. أيوة. قضى مش بيقولوا خلاص قسم رحلي، هو بيدور قسمه، انا بدور قسمه، البصائر الفصول كلها حق ابي، هذا فصول ابي حقي انا، فصولي فصول ابي، اخي بيدور قسمه، انا بندور قسمه، القاضي بيفعل لنا طالحه نازله، ذحين كل ما بيخدعونا على القضاء، كلها القضاء، كل هذا خدع، كل القضاء، البصائر كلها حق ابي، لا شيء مع اخي حق فص يشله، قالها ابي يشله، هذا القاضي بيفعل لنا من هؤلاء الذنب عياط، يفعل لنا من هؤلاء علم بيدخلونا في شبكات. وهؤلاء أخوه قد خلاص بيقول قد اتفقنا، قد احنا بنت قاسم أنا واخي، واخي إذا عند معه بصائري هنا قلبي ياخذه خلاص، خلي أين القاضي بس يفك لنا، يعني مش راضيني يفصلوا بينهم، رجع قد الغرماء متفقين، الآن الغريم رجع القاضي ما رضاش يفك لهم ولا رضا يفصل في القضية، وجالس يلاحقوا بعده خلاص يشتهم يرجعوا يضاربوا.
ما يعني هو القضاء بالأساس يفصل بين المتخاصمين؟ لا، هذا يشتو يفتح له مشكلة بين المتصالحين. وكم يا قضايا وكم يا جرائم بتحدث لأنهم بيلجؤوا إليها لأن القاضي عرقلهم. أشفع الواحد يعني أسير أقتل غريمي؟ احنا جينا القضاء ندور انصاف ما لقيناش انصاف، ولا خرج لي حتى ضبط للغريم، ولا وقف الاستعداء. جالس بيبيع غريمي من حقي، جالس بيزور حقي، ما فعل أقتله، أقتل عم أدري زي حقي. أقول لك القاضي يعطي لي عمر بمن أخي من البيع ويعطي أخي عمر ثاني بالبيع. هم بيصلونا إلى هذا الشيء ويصلون إلى القتل والقتال والمشاكل من سببهم. أنه بينصف الناس ولا كلهم بياخذ حقه بيده ويصير 20 مشكلة إذا ما حد منصف. وهذا يعني حتى على الآن ولم يرضي يوقفها القاضي، وهذا مشكلة ما بلا نصير قتل فوقها. وهكذا صارت المحاكم والقضاء يسوقوا الناس سوق إلى أنك تصير تأخذ حقك بيدك وتقتص ولا تقتل ولا يعني الناس بيلجؤوا إلى القضاء والمحاكم عشان ما يشتيش يدخل في مشاكل، عشان يأخذ حقه بسل. ولكن يوصلوا يغلقوا الأبواب في وجهه خلاص، ما يهاتوا فلوس يفقروا ويأخذوا ما فوق وما تحته، خلاص يضطر إنه يا يكتهر ويموت وجنان أو إنه يروح يأخذ حقه بيده وبعدين يفتحوا قضية جديدة يترزق والله منها، إن ما قضية قاتل ولا قضية شروع في قتل وهكذا. وبدل ما القضاء يحل المشاكل صار يفتح المشاكل أكبر. وكم يا قضايا هي بالأساس قضايا عادية قسمة ولا ورث أو حتى على متر ولا مسقى وكذا، تحولت إلى قضايا جنائية وقضايا قتل وسببها هو المحاكم. وبعد 5 سنوات بعد ما القاضي حجز على الأموال وطلع أن القضية حق وفي المرافعة الختامية ما كان قرار القاضي، وفي هذه الجلسة قررنا التنحي عن نظر هذه القضية نظرا لكثرة الإحراجات فيها والله، وفلت القضية بعد 5 سنين. بعد 5 سنوات القاضي ترك القضية ببساطة نظرا لأي؟ لكثرة الإحراجات فيها. نظرا لكثرة الإحراجات فيها، ما هو قصة ما هو الإحراج، هم دفعوا له أحرجوا وترك القضية بكل سهولة، ويقول له انتظرنا 5 سنين ولم تبادر لإحراجنا، فخلاص لقد صارت فيها إحراجات غريمة دفع فيها وخلاص. سير دور لك بعدين 5 سنوات قاضي ثاني، هذا إذا لم يبادروا في إحراجه. وإذا تريد أنت تخارج ما بالله بادر أنت في إحراجهم. وللأسف هكذا صار كثير من القضاء خلاص الفلوس اللي تحركه، وصاحب الحق من هو؟ هو من يدفع أكثر. ولا قد خرج لي شيء ولا هم يحزنوا، تي زلط تي لي خزن تي لي حق الصبوح تي لي حق الغداء. من هذا؟ هذا كلهم من ناس الله طالع من الدورة الأول للثالث المحكمة. القضاء مش منصب لي، منصب لحد البياس، اللي معه بياس نصفه له. أنا مع قرش سوا قرش بالضخ عاد استرتزل لشيء، ما بالضخش ولا أنت واصل لشيء. هكذا والذي مع الزلط بيمشي والمسكين بيضيعوه. عارف إنه الرشوات وما الرشوات هذه تلعب والناس كلهم داري، لأن القضاء هنا متساهل بالماء، هنا بالماء بالفصيح. معك زلط، معك زلط على طول أمشي. هذا المحكمة يا سيدي مع قرش تسوى قرش، أي خارجوك ما بيش معك الله يفتح عليك. بس إن كان في معك يعني الدولة بحقك. ليش تشتي تعرف ليش؟ ليش العرقلة يعني النفوذ والزلط. إن شي معك بخشيش أي خرجوها ولا الله يفتح عليك. هناك فساد لا تستطيع أن تنقل ورقة من مكتب إلى آخر إلا مقابل ذلك، وأتحدى أي واحد ينكر ذلك. فساد واضح 100%. يعني معك زلط، أنت القاضي وأنت الشيخ وأنت المدير وأنت النيابة. هذا هي الخلاصة للأسف، وهذا هو واقع القضاء في بلادنا. لا تسيرها الإثباتات والشهود والأدلة والقرائن، تسيرها الفلوس. وتخيل بلد هذا النظام القضائي فيه الفلوس تحركه، كيف يكون وضعه؟ دائما يعول على القضاء، إذا اختلت المؤسسات وأصبح فيها فساد القضاء هو ينظفها، أما إذا صار الفساد موجود في القضاء فكيف واقع البلاء؟ خلاص القاضي يتحول ما عادش إلى شخص يقوم بدوره وعمله، أصبح مثل التلفون تشحنه ب 5-6 آلاف، عبي الباقة يشتغل معك في القضية لما ينتهي الرصيد وخلاص، يا تشحن مرة ثانية ولا ما بيفلت لك القضية ويتركها له. ولهذا ليش بتطول القضايا بهذا المدة؟ لأني أصبحت مصدر دخ لهؤلاء القضاة، ولا قضايا بسيطة أحيانا ممكن تبت فيها في جلسة واحدة في يوم. كم تجلس وكم مدة القضايا في بلادنا؟
معنا قضية في قسم التنفيذ قضى له 15 سنة. أكثر من 27 سنة. كم قد لك؟ 35 سنة. 35 سنة قضاني هالشيء ما قلت أزوج عيالي. 40 سنة؟ سنة 43 سنة. 15 سنة ظلم ما فيش عدالة. قد لك شارع كم؟ 25 سنة. 27 سنة كذا. هاي 18 وميلها 20. الميل الحين ما تن أول يوم في رمضان. 30 سنة بشارع؟ 38؟ أيوه ولا صفونا بحق. بين طالب بدم أبي وأخي اليوم 19 سنة. 12 سنة. 13 سنة من 2009. 15 سنة. أنا قضيتي من 2003. 17 عاما. لي أنا فوق 15 سنة. لي 15 سنة أو 18 سنة. قصتي يا أخي كم كل واحد معله أنا. أقسم بعجينة عجين قضية معي لا 20 سنة. لي 20 سنة. 25 سنة. والآن لي 25 سنة. وأنا بينك هذا عشاري بعد أرضي من آدني عمري 20 سنة معي في المحكمة قضية أكثر من 27 سنة 30 سنة معنا قضية أنا 30 سنة لي 32 سنة كم لك تشار 20 سنة 35 سنة وحكم الأول والثاني والثالث والرابع معنا حكم ابتدائي عمره 95 سنة ومعنا حكم عمره 37 سنة ومعنا حكم دحين أخير عمره سنة يا أخي معي قضية لها من 2006 كم عمري الافتراضي عسى الله لما شجس شارع 20 سنة 30 سنة 25 سنة خاسر شبابي روحي أنا يعني 25 سنة وأنا جات في المحكمة كم قد لك؟ 35 سنة بشارع أبي وأنا ذاهم بين كم بالبدلة وهكذا قضايا ومحاكم تتوارثها الأجيال 20 30 40 سنة تخيلوا كم متخيلين عمر يكون عمرك 30 سنة وأنت بس باب المحاكم تطبع ورق وتصور ورق وخلاص طول عمرك 30 سنة يشيب شعر رأسك وانت منتظر بس يصدر القرار والحكم ده الواحد منهم هذا مداوم في المحكمة أكثر من القاضي يعني المفروض أنك دول القاضي ولا يجلس يعني إذا 4 سنوات تدخل تدرس شريعة وقانون وتخرجت وخلاص صرت وظفت 4 سنين وهذا له 40 سنة المفروض وزير العدل أي يقول البعض ليش هكذا بيجلسوا هذا المدة هكذا كلهم 30 من 40 سنة أولا أحيانا إحساسك بالظلم أن أنت بتشوف حقك بيشلوه أمام عينك ويأخذوا الظلم والقهر يخليك أنك والله ما أستسلم هذا حقي هذا أولا والأمر الثاني أن القضاء نفسهم هم بيعطوا الأمل لها ولا بيقول لك خلاص باقي جلسة باقي تدفع بس هذا 50,000 100,000 خلاص بيصدر الحكم باقي وخلاص ويعيشك وانت بتقول خلاص يمكن قدنا في الخطوة الأخيرة هكذا شوية شوية وهكذا تفجأة وتشوف نفسك عمرك انتهى 30-35 سنة وانت بتلاحق الشريعة وانتهى عمرك وقضيتها في باب المحاكم وبعت ما فوقك وما تحتك لا القاضي ولا المحاكم الآن لم أملك شيء بعت ما تحتي وما فوقي بعت بيت مرتي بيتها بعته لمقابل الشريعة كل ما أملك بيته قدر أمشي على الحديدة ليش تبكي ليه؟ أبكي من الظلم مظلوم خلقت الفلوس وخلقت الدنيا كلها لحد الآن شلوا علي ورثي شلوا علي بيتي شلوا علي ما عاد معي ما بيش معي حق مواصلات مش غير حق تعب تعبت من الشريعة غرمت بيعت أموالي بيعت سيارتي يعني أنا نهلت لا آخر حد تعبت شريعة تعبت كيف تعبت قد بعد ما فوقي ما تحتي وبطني نظي ولا عندي لحد مثقال ذرة وهم يكونوني تي 10 تي 20 تي 50 والبحميم ما يتحرك إلا يفعل لك الوثيق ب20 وبعدها يجي يحضر المجلس الجلسة ب15 وهكذا خسرت كل ما أملك في هذا القضية تعب بعنا ما تحتنا وما فوقنا بعنا البيوت بعنا الأراضي بعنا المطرات آخر شيء نشارع ولا تلقى لا قاضي ولا محكمة ولا عدل ولا إنصاف لا عشقيت في مالي ولا عب المصاريف أزيد أصرف ما جمعت قر في شريعة ما عبينا رقوش العجي من أنا تدير مثل هذا ما مش معانا ما ناكل اليوم راح نتدب الغاز وجدت المحامي من جلسة لا جلسة تعبت أنا طلعت ما مش معي حق مواصلات ولا لقينا إنصاف في المحكمة بزت ما كل ما أملك الآن أنا بيع سيارتي لأجل أكمل شريعتي حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو الواقع وهذا اللي هو حاصل يعني أن تلجأ إلى المحكمة عشان تسترد حقك يصادر منك كل حقوقك الباقي بيتك ومعاشك ووظيفتك وتبيع ما فوقك وما تحتك وينتهي شبابك وعمرك وانت بتراجع وما تحصلش على حقك وين حاصل في أي دولة هذا أو في أي بلاد الظلم اللي في بلادنا مضاعف أضعاف كثيرة عن باقي الدول ولهذا
ويا ريت يعني عاد احيانا تشارع 20 سنه وخرج لك افترض لك حكم ودافعت فلوس وكذا وخرج لك حكم تدخل في شريعه ثانيه 20 سنه ثانيه وانت بس تطالب بتنفيذ الحكم الذي يصدره لك. اطالب بتنفيذ الحكم يعني قد معك حكم قد معي حكم ما بيش من ينفذ تعب كلي من 2003 قشيبك 20 سنه واحنا في المحاكم الابتدائيه والاستئناف والعليا ورجع ايضا للتنفيذ 20 سنه ولا حتى الان ما لقيناش تنفيذ. معي حكم اشتي انفذه فقط لي 15 سنه وانا بتشارع للتنفيذ للتنفيذ فقط هذا ولا يعقل في اي بلاد في العالم في بلاد اليهود لو هذا الحكم في بلاد اليهود ان قد نفذوه الان 15 سنه و20 و30 سنه بس تجري من اجل تطبق الحكم الذي حصلت عليه قد مر من عمرك 20 30 سنه عشان الحكم الان 20 سنه ثانيه و30 سنه من اجل تطبق الحكم هذا لانه الان معك ورق فقط عملوا لك حكم ورق طيب ما عمله يقول لك دبر نفسك يلا روح ادفع فلوس واستاجر لك طقمين ثلاثه عساكر وكذا ومن اجل ينفذ وقع له حكم تنفيذ خروج العسكر حق العسكر بس رشتيها ما راح ينفذ البلاش ما اللي يحدي راس البلاش الارض يحكم ما هذا العسكري سمعتوا على منطق بتقول لك واش دخل العسكري هذا شو يصير ينفذ الحكم بلاش او ايش وحقه حق ابوه بالله عليكم لا يوجد جيش يحترم نفسه في العالم لازم تدفع إجرة العسكري وإجرة الطقم أبدا هذا مهمة الجيش ما صنع الجيوش إلا لهذا الأمور والجيش والأمن إلا يقوم بهذه الأدوار وحماية المواطن وحق المواطن ما في شعب هذا حوله تكس إجرة سرد استأجر الطقم والعسكري وكذا بحسابه كم تشتي عساكر ما فيش ابدا هذا بس ثقافه رسخوها وخلاص اصبحت حق من حقوق الجندي على المواطن انه تدفع اجرته انت تحجز العسكري مثل الفنا ما فيش هذا هذا من زمن طبعا الفندم روميو وهذا وكذا بيقول لك صنعوا عملوا لنا جيش دوله وين دوله وانت بتدفع اجره العسكري انت والطقم وتدفع اجره القاضي وتدفع الذي بيوقع لك وبتدفع كله بفلوس وقال لك بنوا لنا دوله وين الدوله هذه ايش من قوانين هذا اللي يسنوها انك تدفع للمواطن طيب ليش انت كان 70% من ميزانيه الدوله تذهب للجيش والامن والعروض العسكريه والتسليح والغذاء وبياكلوا الحنشان والضفادع والكدم والمدري ايش ورجعوا من المواطن واللي بيدفع حق الحنشان والكدم والضفادع طيب وين راحت 60% كانت تروح 70% من ميزانيه الدوله في الاخير والمواطن اللي بيدفع اجره العسكري ولا ما يخرج اي عسكري ينفذ لك قرار وين الدولة هذا اللي بنى؟ قضايا من 20 و30 سنة ما تنفذت لأنه ما فيش معهم فلوس الناس يدفعوا أجرة الطقومات وكذا وين؟ طلع لك هذا يقولوا هذا المشاكل بسبب فراير هذا من 20 و30 سنة هذا أسسوها ثقافة عند الناس هذا مش جيش هذا عصابة ومافيا زي ما يصير يدفع لهم فلوس ويجوا يخرجوا حقك ولا يضربوا كذا ما مش جيش دولة يحترم نفسه وخلاص أنت تدفع أجرة العسكري ولا تخرج لك طاق ويصير إلى عند غريمك يدفع أكثر وخلاص رجع حبسك أنت لأنه ما دام الأمور بس من يدفع الأجرة مش في قوانين ولا أنظمة لا من دفع وحبسك ودخلك السجن أنت وهذا كلمة عصالات يسل للبيت ويعقدوا قضايا في البيت سمعته ما يجي طير وهو ساهر وبعدها أنت يأجلك وأنت يأخر قضيته زين يستأجرون أنا قاضي من الخارج من محكمة ثانية دورنا مش احنا داري اينو بيته عن بيته جي للمحكمه ليش بيته قلنا لان الشيء يحضر جلسات في المحكمه ما بيحضر بيعقد جلسات في بيته على ما يشتهي هو ليش في البيت والله ما احنا داري احنا المشكله الثانيه ان بعض القضاة الحين بيحول القضيه الى البيت زي ما التكاتره حن يحولوا القضيه الى البيت واحتكمنا عند في البيت وخسرنا حدود 7 مليون في المحكمه مش في المحكمه خلاكم تجوا البيت احنا عند في البيت اكلونا 7 مليون وكلها لعب في لعب ايش من قضاء وايش من قضاء هؤلاء بيقول لك يعقد الجلسه في البيت يقول لك تعالوا نعقدها في البيت بيعمل دروس خصوصيه وايش بيعمل لهم يعني قلت في قضاء دليفري توصيل للمنازل وين قد حصل هذا يعني بدل المواطن معه محكمه ويصير يشارع وعارف وين يروح الان بيروح في الحارات يدور وين بيت القاضي ويسال على عشان يعقد الجلسه في بيته ايوه طيب والمتهم وين بيحطه في المطبخ او في الحمام او وين بيحطه ويمكن عدو اثناء الجلسه كذا جد يدخل ابن القاضي يا با قالت امي نشتي ملح ويقول يلا رفعت الجلسه يعني بروح اشتري ملح ما اسطر حكم تافل بدون ملح الله واحد ايش قال منين بيجيبوا القاضي
زين يستأجرون أنا قاضي من الخارج من خارج من محكمة ثانية. قالك بيصير يستأجروا قاضي من خارج. الله هذا كوشة ولا فستان عرس أو خيمة ما شو قاضي هذا مستحيل. قالك بيصير يستأجروا قاضي من خارج. يا الله لن وصل القضاء في بلادنا. القضية اللي بعدها. صباح الخير يا قاضي. يا صباح النور، ما هي قضيتك؟ معانا قسمة. وجد ولا ضرب بدك حافظ له. قسمة بيننا الورثة. بين الورثة. بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قضيتك بسيطة بسيطة محلولة محلولة ما تقلقش. مريت على أمين السر. أمين السر ليش؟ كيف أمين السر؟ هذا شكله عادي جديد. كم قلت لك أنا؟ 5 شهور. لا عاد غير في بداية المشوار. عادك عاد تجلس وتجلس لو ما يعني تحفظ أمين السر وأمين السنيني وتعرف على الكل. هيا مر على أمين السر وخلي يدي لك العنوان. العنوان ليش؟ عنوان البيت. أنت شي تحل قضيتك ولا ماشي؟ يا قاضي نحلها في المحكمة. كيف نحلها هنا؟ أنا محكمي يا ابني. القضايا المستعجلة ما تحلش في المحكمة. ها مر علي. لا لا يا قاضي نحلها في المحكمة، نشتي أمور رسمية. يا ابني أنت شتي تخارج ولا مع؟ أيوة. خلاص خلي يدي لك عنوان البيت وجي للبيت. نحلها هنا في المحكمة. مصمم؟ أيوة. ما نعلم شين خارج ونشين في المحكمة. شتي حن بنفسه بنفسه. ولا يهمك. في المحكمة في المحكمة. قررنا نحن بعد الاطلاع على الملف وعلى أوراق القضية تأجيل القضية أو الجلسة إلى تاريخ 13/13/2013. كيف كيف؟ 13/2013 هي. يا قاضي إحنا ب 2022. ماشي. أيوة. تأخرت. راحت عليك يلا. كيف تأخرت يا قاضي؟ راحت عليك يلا. يا قاضي. يا قاضي الحاجات يلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. القضية اللي بعدها. السلام عليكم يا قاضي. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي قضيتك؟ قضيتي موجودة في الملف. اقرأها. ما اقرأ. قضيتي. هي اقرأ قضيتي. قضية فلسطين. ما هي قضيتك؟ أسطوع على الأرضية حقنا. وانت وين كنت؟ كنت طالب الله مغترب. بطلب الله مغترب يعني فلوس. خلاص يجي لي بعد العصر. كيف بعد العصر؟ محكمة مغلقة. ما دخل المحكمة. المقوت ما بيغلقش. يجي لي بعد العصر عند المقوت. ما دخل المقوت. ما هوش غريمي. غريمي أنا. المقوت غريمي أنا. يجي لي بعد العصر عند المقوت ودي فلوس معك. يلا شي تحتل القضية ذاك. سابر يلا. القضية اللي بعدها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي قضيتك؟ قضية أسرية. ما هي أسرية؟ أنسابي شلوا المرأة والقهال. وين بزهم رحلة؟ شلوهم ما رقعوهمش. طيب وأنا ما دخلي؟ أنت قاضي. لا والله قاضي صح. طيب تمام. خلاص هات ملفك. أنا قلت لي كم قلت لهم عند ما شلوها؟ قال لي 5 سنوات وأنا طالع نازل. لا عندكم وإلا عندنا. والله ما قبصرت لك صورة. أتي ونحكي ملان يومي ولا شفته. كيف لا عندنا؟ أدخلني من الديوان أنا واصل وأنا أجي عندكم للمحكمة. ما بيجي المحكمة. ما يجيش المحكمة يا ابني. اللي مع القضية ما يجيش المحكمة. أنت شو تحل قضية ذاك؟ أيوة. ما جابك المحكمة. جي للبيت. تمام بجي لك بكرة. بكرة ما ينفعش. خميس. ما عنديش مشكلة أنا. المشكلة عندي أنا. علي أحكام متأخرة. قال لك ما في شيء لخرج. سبحان الله نعم الوكيل. عجل يوم الخميس. تأخرنا. رفعت البسطة. يقال إن الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها. فالعدل أساس الحكم وأساس بناء الدول. بدون العدل لا تسطش مهما قالوا لك من شعارات ومهما رفعوا ومهما كانت المسميات أن تعيش في غابة. فالعدل هو أساس الحياة بين البشرية. إذا اختل ميزان العدل اختلت بقية الأمور كلها. ويفترض أن يكون العدل والقضاء جهة مستقلة لا تتبع لأحزاب ولا الجماعات ولا الرئيس ولا المرؤوس ولا تتبع لأحد. جهة مستقلة يلجأ إليها المواطن حتى لو كان خصمها الرئيس. ولكن نحن للأسف من سنوات ومن عشرات السنين القضاء هو العلة الكبرى ليشكي منها الناس جميعا. والمواطن لا تجده إلا يبكي من القضاء ومن ممارسات القضاء. فقط في بلادنا تتغير كل فترة الجهة المتحكمة بالقضاء والمسيرة له. ولا لو معك قضاء مستقل أنت مش بحاجة لا تناشد أحد ولا تطالب أحد أنه ينفذ النظام والقانون ولا أنه ينصفك. مناشد للسيد أنه يضبط القضاء ويضبط وزارة العدل. أشتيق قضيتي توصل عند سيدي مولاي عبد الملك. أشتيق نوصل رسالة القائد المسيرة. إحنا بنطلب من السيد عبد الملك أنه ينظر إلى القضاء. قلد الله السيد ومن معه. فلهذا إحنا الناشد يعني وزير العدل وسيد ناشد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي
بأن ينظر نظرة خير للقضاء. نناشد يا صاحبي السيد عبد الملك، نرجو الأخذ بعين الاعتبار والناشد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن ينصفنا. بناشد عبد الملك الحوثي يتدخل في القضاء ويوجه القضاء بصفته أي شو. وإيش علاقته بالقضاء؟ الناس كيف فاهمها الاستقلالية ويكون عندك قضاء مستقل وعادل؟ أي إيش دخله؟ إحنا نريد القضاء العادل، معناه أنه يكون معك دستور وقانون يلجأ له كل الناس. إيش دخله هو يوجه؟ إذا في شخص يوجه القضاء معناه مش مستقل، معناه أنه بيجي يحقق رغبات هذا الشخص، سواء كان جماعة ولا رئيس ولا وزير. إحنا نريد دستور وقانون تلجأ له أنت. حتى عبد الملك إذا الحوثي إذا تشتي تخاصم أنت وهو ولا رئيس دولة ولا وزير، تلجوا إلى الدستور والقانون. ما دام هو بيوجه القضاء ويوجه القضاء معناه مش مستقل أبدا. وبعدين والله لو في قضاء وعادل صدق ونظام وقانون، أن عبد الملك الحوثي أنه متهم أنه في السجن وأنه هو اللي بيناشد من يخرجه. قال لك بناشد عبد الملك الحوثي يوجه القضاء، إيش علاقته بصفته أي؟ يعني لا هو رئيس القضاء الأعلى ولا هو وزير ولا أي علاقة، ولا يفترض أن أي أحد يتدخل في شغل القضاء إلا إذا أردنا أن يكون عادل. ما دام بيوجه من أشخاص أو من أحزاب أو من رؤساء أو من مسؤولين أو من جماعات، معناه أنسى تماما أن في عدل في البلاد هذا، موجه من هذه الأطراف. كيف فاهمين أنتم؟ طبعا والحوثي كيف يوجه القضاء؟ ما تعرفوا بيرسل لهم واحد مشرف لا عمره يعرف قضاء ولا درس قضاء ولا شريعة وقانون ولا أبو تراب أبو خلب أبو سمنت أبو صبوع، يرسله لهم يلا دير القضاء أنت وأنا أكون أتصل لك. يعني 3 سنوات وأنا في استئناف الأمانة أطالب علشان جلسة يحضروا الخصوم، يعني القاضي مدري شلها مقاولة ولا كومبليت ولا بالتشطيب ولا كيف. 3 سنين وأنت بس بتدور الجلسة دور جلسة نطالب الخصوم يحضرهم والقاضي مستتر عليهم. يا قاضي يحضر الخصوم، قال راحت عليك. وقد جاء أبو كرار وحل الخلاف، ما أدري إيش أبو كرار وفين يعقد هذا الرئيس استئناف الشعب الشخصية الأولى هذه الجلسات. وهكذا قالوا له خلاص قد راحت عليك أبو الكراض هذا قد بتف الأمور. طيب هو صاحب الشأن ما حتى ما بلغوش ولا عارف وجالس بالورق بس بثلاث سنين بلاحق. قالوا خلاص قد أبو الكراض كرض الأمور لوحده، ما فيش داعي تجي. وخلاص يعني هكذا كرضوا القضاء وبيمشوا يجمعوا لهم شوية مشرفين وعملوا لهم مجلس الكراض الأعلى وخلاص، وبيديروا على أساس خلاص قد هذا هو الحكم الرشيد وهذا هي الدولة هكذا وخلاص. بعد توجيهات كلمة السيد حفظه الله لما قال لا سلطة على القضاء، أصبح القضاء يعني تفلت زيادة على القانون. إحنا الآن نتكلم معك والله خايفين من السجين. وأنتم بالله عاد في أحد بيصدق خطابات الحوثي؟ هذا عندما يقول شيء يطبق عكسه تماما، زي ما قال بيدخل صنعاء عشان 5% اللي طلعت البترول الجرعة القاتلة وطلعها 10,000 بعدين بدل 5%. ومثل ما هدم الحوار الوطني وهو بحجة تطبيق مخرجات الحوار الوطني، حد شو بيصدق؟ وهذا عندما قال لكم لا سلطة على القضاء معناه أنه اقرأ على القضاء الفاتحة، بيتسلط على القضاء وعلى التعليم تسلط وعلى رقاب الناس كلها. أنا اللي بيصدق على الحوثي في خطاباته. جاء أنني في قضية شخصية لي كم 5 سنين وأني أشارع على شان بنتي. كم؟ 5 سنين على شان بنتي. شاقيت على البيت وشاقيت على المحاكم، المحامي كل جلسة ويشتي مبلغ وقدره، في الآخر نجي لعند قاضي مع احترامي للقضاء، يعني لا ينصفوا بحق ولا ينصفوا بشيء، يمكنوا من جلسة لا جلسة لا جلسة، وهذاك يطعنوا ويردوا، وإن إحنا في هذا لا حضروا بنتي ولا رضيوا يحضروا في شيء. قد أنا قضية يدخل لمدة 5 سنين وإحنا نشارع فيها. 5 سنين ما بسرتش بنتي؟ 5 سنين ولا أنظر بنتي، قد لي منها وهي بنت سنة. فاقد الله؟ فأكيد أمني، يعني فاقد لي بنتي، أشتي أشوف بنتي. حرم عليهم، أين الحكومة؟ أين العدالة هذه فيهم؟ طبعا كله يهون عاد الرجل ممكن يتحمل السيرة والجية والجلسة باب المحاكم، لكن أيضا النساء تبهذلوهن باب المحاكم هذا وتمرمطوا بهن من محكمة لا محكمة، وعشان قضية شخصية قضية خلعة يمكن والله لو في قاضي محترم أنه في جلسة واحدة ينهيها وخلاص وسطر الحكم، ولكن 5 سنوات يحرموها من بنتها ودرجع هي تصرف على القاضي وماش عارف تصرف على نفسها ولا على المحامين ولا على المواصلات عشان قضية شخصية. ايش الظلم اللي في المحاكم هذا؟ قلت ليش بشارعي كم؟ 4 سنوات عشان يعني من ينصفني انني اطلع حقي وحق اولادي.
وانا ما ايش لبي طالق بات الامور كلها، وانت تعرف المحاكم والقضايا. ما يقطع ارضيه في مراوة ام جاليه اتشوق هنا يقول لي روح مراوة، وانا ما ايش زلط اروح لمراوة وارجع لمراوة. انسان معمل ثلاث اربع رجال هذه قطع ارضيه ورثتها من الوالد. كل هذا الارض قطعه الارض هاي. والله ما ماي الا هي ولا ثلاثه اولاد، والله شايف فوق انا. ليش تبكي لي؟ زوجي مشلول مريض، ما حد معي ولا حد معي يشكى علي ولا حد معي يدخل ويخرج علي. بين ازواجي انا بدها ادخل للمحكمه واهرب من المحكمه من الخزه والزرع. كيف افعل نفسي والرجل مرض داخل البيت؟ والله يا ولدي احنا قد احنا تعبنا وضبحنا وغلبنا وفقرنا، تعبنا في المحكمة والله قد لنا 20 سنة وإحنا هنا. إيش القصة يا أم حكي؟ أخواتي أنا وأخواتي أنا وأختي وأخواتي أربعة، راغم من فوق الماء قسموا المال بينهم، وراغم من فوق الماء يبيعوا على روسهم يدرعوا ولا يطولنا إحنا ولا يطولنا أي حاجة. 15 سنة قلت له 15 سنة والله قلت له 4 سنين الحين ما وقال راح قلبه في المحكمة هذا. هو بيدور على ابنه. بيدور على ابنه. وجدال جلطة وسط المحكمة. ما لفه ولا ميت. احنا واخوتنا يعني وخمس سنين على ماشي على قسمه. يجروا الفصول يقسموا بيننا. احنا بنات يعني من ندي لهم بصاير؟ البصاير كلن عند اخوتي. يعني ولا حاجة ولا في يدنا شيء، معنا شهود. خواتي ثنتين طلعوا لنا الضغط، والله انن مريضة. يعني قد قع فيهن ضرب وقع فيه قد شمتوا بين شمات. حتى ان خلص جلسي استسلمي، قلت انا شاج تصير المحكمه ولو 20 سنة، قال اخي شاخليش 30 سنة، قلت هكذا شاجز ولو 100 سنة. حسبنا الله ونعم الوكيل، ان يجتمع ظلم المحاكم والقضاء وظلم الاهل والاخوه على اختهم. ومن من؟ من الاخ اللي يفترضه شقيق ظهرها وهو السند والعون لاخته، يرجع هو اللي يجرجرها ويبهذل بها من محكمه لا محكمه ويشارعها. يفترض المفروض حتى لو ما فيش معاه ميراث أن الأخ يوقف مع أخته ويكون سند لها وعونها ويدفع لها ويشوف أي احتياجات. هذا أختك في الأول والأخير وأنت سند لها، أنت الظهر دائما، الأخ الظهر لأخته. لكن أنه يزيد يبهذل بها ويزيد حتى ويعتبرها رجولة، أنه والله بخليك وتتبهذلي وبخليك تصرفي وتتعبي ويجرجرها باب المحاكم تزاحم الناس وتتبهذل وتلجأ لهم وتدراشها هذا وتوسل لهذا وهي أختك. ولهذا يعني يفترض أن المحاكم في قضايا الميراث لازم أن يقف القاضي والمحاكم في صف البنت، لأنها مستحيل وصعب أنها تجرجر باب المحاكم هكذا لسنوات. ويفترض أن المجتمع ينظر نظرة الذي يأكل حقوق أخواته بنظرة ازدراء وبنظرة دونية، لأني مش بطولة هذا أنك تأكل وتتنعم والميراث لك وكذا وأختك بتتبهذل من المحاكم. أصلا ما بتشارعك إلا لحاجته، لو هي مستكفية ما بابت شارعك لحاجته. وأيضا هذا حقها ضمن وصابها الشرع، ليش تأكله وليش تذنهبه وليش تدخل في شريعة مع أختك؟ ولهذا المفروض المجتمع ينبذ هؤلاء ليأكلوا ميراث أخواتهم ويستحقرهم، لأنه اللي ما في خير لأهله لا يمكن أن يكون في خير للناس أو لبلاده ووطن. ختاما، ما ذكرنا في هذه الحلقة قد يكون قطرة من بحر الظلم في المحاكم في بلادنا، وما أكثر المظالم بالآلاف التي لم تسلط عليها الأضواء ولم يعرف الناس تفاصيلها ولا وضع أصحابها. وهنا نؤكد أيضا أنه مش كل القضاة سيئين ولا مرتشين، لا، هناك قضاة جيدين وقضاة شريفين ونزيهين، ولكن هم تقريبا قلة في المنظومة القضائية هذا، وبعضهم مكنسلين وأغلبهم قد يكون مكنسلين ومركدين في البيوت وما بيخلهمش يشتغلوا. وهنا أيضا نحب أن نؤكد ونشكر القائمين على برنامج أين حكي ليسلط الأضواء على قضايا المحاكم والمظالم هذا، ونتمنى أن يكون هناك برامج تلفزيونية تسلط على القضايا المظالم والمحاكم في كل المحافظات. ألقاكم على خير. كورونا ما لا خلنا نحكم. ايش تحكم؟ شوف والله انا قلت لكم لو في قضاء وفي عدل محاكمنا هذا اول واحد في السجن. الله يكرموني بين عدل. يا اخي يا قاضي مسك الجني هذا. محكمة. We'll be right back.
يا سيدي القاضي، راحت سنين عمري على القاضي، قضيتي أمامك الآن وعمرها 19 عاما، بدأتها وهي أنهتني، أردت حقا فأحرقتني، صراحة تعبت يا قاضي، فلتحكموا بأي شيء أنا راضي. وقلت له يا قاضي يا قاضي يا قاضي أنت الدواء والداء يا قاضي، وأنت الألف والباء يا قاضي، كم من عزيز اهدى يا قاضي باب المحاكم يا قاضي، كم يا قضايا وداء يا قاضي، كان في لكم أعداء يا قاضي، به قاضيا في الناس وأنت عليك تختار، لا تنسى مش وقت العسل والسم يا قاضي، وحق ابن هادي وحق ابن هادي. يا قاضي يرحم جيوب الناس، الناس قد اعلنت الفلس، وانت طوال السنين رفاس سيره ورجعه على الباضي، سيدي القاضي يا قاضي يرحم جيوب الناس، الناس قد اعلنت الفلاس، وانت طوال السنين عفاس سيره ورجعه على الباضي، قاضي لك الله يا قاضي قاضي قاضي، قاضي لك الله يا قاضي بالله يا قاضي، قاضي لك الله يا قاضي. قاضي بالعدل تحيا الناس، وانت عمود فيه وانت الساس، املت يا قاضي ضاع الناس والمجني اصبح هو الجاني، قاضي لك الله يا قاضي قاضي، قاضي لك الله يا قاضي. ليش تأخر الأحكام وابسط قضية تطول عام، قد شارع الجد والأعمام والآن بيشارع الأحفاد، قاضي لك الله يا قاضي قاضي. ضيعت لي عمري شيبت لي راسي، أتعبت لي حالي جمدت لي عقلي، تقلعت أضراسي thank you.